قامت كل من مؤسسة شيفت ومؤسسة فضاءات للتنمية باستضافة من مؤسسة بيسمنت الثقافية الفعالية 49 لبرنامج سيني شو، احتفالا بالفنان اليمني الكبير والراحل أبو بكر سالم بلفقي. واستعرضت الفعالية نبذة عن المؤسسات المشاركة في الفعالية، وابتدأت فقراتها الأولى باستعراض الفيلم الوثائقي نغم لا يغادر أو نغم لا يغادرنا، وإعداد وسيناريو كان أحمد الحبشي، و إنتاج مكتب الثقافة في حضرموت، ومستعرضاً أهم مراحل الفنان منذ أدائه للإنشاد في تريم، وانتقالاً إلى عدن ومن ثم إلى بيروت، وانتقاله إلى عالم الموسيقى الرحب. أكيد هذا الاحتفال نال استحسان الحضور الذين شاركوا بآرائهم حول الفيلم وحول الفنان أبو بكر سالم، مشيرين إلى دوره في إحياء وتجديد الموسيقى اليمنية والحضرمية على وجه الخصوص. وقامت بعدها جهاد بابريك بعمل مقابلة مع الأستاذ أمين درهم الذي رافق الفنان أبو بكر في مراحل عديدة، شارحا كيف ناضل أبو بكر وذهب إلى عدن وحالته وكافح وانتقل إلى سلك التعليم في عدن ولحج فقط لكي يصل إلى ما وصل إليه، وموصيا الأجيال الشابة بالكفاح وعدم إخفاء موهبتهم والاستفادة من سيرة الفنان الكبير. نعم، إذن مزيدا من التفاصيل عن الفنان اليمني الكبير والراحل رحمة الله عليه أبو بكر سالم بلفقي في هذا التقرير. على ركب موجة يوم العاشر من ديسمبر الشاحب، اعتلت صنعاء ثوب الحزن مطرزا بالفخر، احتفاء بذكرى رحيل الفنان اليمني الكبير ابن حضرموت الغناء الفنان الراحل أبو بكر سالم بافقية، وذلك في فعالية فنية وسينمائية نظمتها مؤسسة شيفت بالشراكة مع مؤسسة فضاءات للتنمية كمبادرة ذاتية من كل منهما، وشعورا بحجم الواجب الوطني بحق هامة كبيرة كالفنان أبو بكر سالم. طبعا هذه فعاليات طلينا نعد لها منذ ديسمبر في ذكرى رحيل أبو بكر الثانية، بس بسبب الأوضاع بسبب الإجراءات اللي بتحصل عملناها اليوم. كانت فعالية مشتركة ما بين مؤسسة شيفت مؤسسة فضاءات للتنمية وباستضافة كريمة من مؤسسة بيسمنت الثقافية. فعالية الذكرى شارك فيها العديد من الرسامين والمبدعين من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية بمعرض للرسمات الفنية البرترية للفنان الراحل أبو بكر سالم، كلا بطريقته وأسلوبه المختلف عن الآخر جسدوا من خلالها مدى محبتهم وتعلقهم الكبير به. شفت مؤسسة سينمائية تنشط في الفضاءات الثقافية والتعليمية كالمدارس، جامعات، منظمات مجتمع مدني، معاهد، كافيهات، مطاعم، أي فضاء ممكن نحن نعمل فيه فعاليات سينمائية ننسق معاهم ونعمل هذه الفعاليات. منعرض عادة فيلم يمني وفيلم عالمي، ويشتركين الفيلمين في موضوع أو قضية. لحد الآن هذه من أفضل الفعاليات اللي عملناها، وحاولنا إحنا نغير إحنا نضيف فيها فقرات فنية أخرى. مؤسسة بيسمنت الفضائية والشبابية بدورها أسهمت وبشكل كبير ولافت في إقامة هذه الفعالية، وذلك من خلال استضافتها لها واعتبارها جزء ونموذج أساسي مما تسعى دائما لعمله وإظهاره بشكل طوعي للعوام. مؤسسة بيسمنت هي مؤسسة ثقافية فنية مهتمة بالفن والثقافة، معنا كثير أنشطة فنية وثقافية وموسيقية، معنا زي ما قلت لك معنا كثير من المشاريع المهتمة تحديدا الموسيقى، الغناء، الثقافة بكل أنواعها. بيسمنت دائما تستضيف أي فعالية فنية ثقافية بدون أي مقابل أو أي عائد، ففعالية زي عن أبو بكر أكيد بيسمنت بتكون مهتمة بها. إحنا استضفنا هذه الفعالية بحكم أنه
بحكم اهتمامنا بالفن والثقافة وشخصية أبو بكر سالم نفسها. كانت استضافة بسيطة، نطلع في المستقبل أنه تقام زي هذه الفعاليات كثير، نحتفي بالشخصيات اليمنية أيا كانت، شعراء، فنانين، رسامين إلى آخره، ونتمنى أن نشوف مثل هذه الشخصيات في المستقبل. وتخلل فعالية الأحياء العديد من الفقرات الفنية والخطابية، كان من أبرزها فقرات الرقص الشعبي الحضرمي وأغاني لمبدعين وموهوبين تغنوا بألحان وأغاني الفنان الراحل. كما عرض في الفعالية الفيلم الوثائقي نغم لا يغادرنا، والذي استعرض حياة الراحل أبو بكر سالم بلفقيه ومحطات حياته المختلفة، ابتداء من طفولته بمدينة حضرموت وانتقالا بتواجده في عدن والرياض وباقي الأماكن التي تواجد فيها، وحضر معها بأعماله وإنجازاته الفنية الكبيرة التي خلدها التاريخ. وكان من بين الحاضرين والمشاركين في الفعالية أصدقاء الفنان الراحل، تحدثوا عن مناقبه وبداية حياته معهم. افتتحت إذاعة عدن وسجل أول أغنية له في إذاعة عدن، فأنا كنت مسؤول عن مسرح المدرسة، المدرسة اللي كنت أدرس فيها اسمها مدرسة البادري، وهي تابعة سنت جوزيف هاي سكول، تابعة للكنيسة الكاثوليكية في عدن كانت يومها. فكان في مسرح، كان المسرح هذا يعني مسرح مكتمل من صوت وإضاءة وستارة، فكنا نقيم فيه أنشطة مدرسية. فعلمت إنه في واحد من حضرموت صوته جميل، فليش ما يشتركش معنا في الحفلة؟ لأن كل شهر نقيم حفلة، يوم السبت للرجال ويوم الأحد للنساء. فذهبت أتفاوض مع أبو بكر، فوجدته شاب وسيم، فعندما كان يحكي معي صوت قرار جميل، فقلت هذا كلامه كيف بيكون صوته؟ فتعاقد معه ووافق انه نقيم له اول حفله، فكانت اول حفله يظهر على الجمهور في مدرسه البادري. انت اغلى اسم في قلبي ثلاثي الحروف، فلا تعذبني والا سرت وتركت المكلة. اذا تابعنا مع بعض هذا التقرير عن احتفاليه او ذكرى وفاه الرحيل الفنان اليمني الكبير ابو بكر سالم بلفقيه من مواليد 10 مارس او 17 مارس 1939 وتوفي في 10 ديسمبر 2017. كان الاحتفال المفروض يكون في 10 ديسمبر 2018، ولكن بسبب الظروف الصعبه اللي مرت فيها صنعاء، فطبعا الجمهوريه اليمنيه او معظم المحافظات اليمنيه احتفلت في ذكرى السنويه الاولى للفنان اليمني الكبير والراحل ابو بكر سالم بلفقي. ولكن صنعاء تحديدا في ظل الظروف الصعبه اللي مرت فيها اضطرت انها تحتفل في الايام اللي احنا بنمر فيها الان بالذكرى هذه، الذكرى اللي فعلا ذكرى يعني عزيزة علينا. وطبعا الفنان أبو بكر سالم بلفقيه هو مدرسة فنية تخرج على يده كثير من الفنانين العرب بشكل عام، وكذلك من الفنانين اليمنيين بشكل خاص. هو مميز أيضا، فنان جداً مميز بصوته، فنان السفر وأداءه. بنسميك. نعم، مميز بصوته وأدائه، ونقل الفن اليمني والموسيقى اليمنية خاصة أيضا الحضرمية إلى كل أرجاء الحضرمي. نعم. صحيح الوطن العربي، وهو أكيد محبوب عند كل العرب. أكيد. مش فقط في أكيد. اليمن ما فيش حتى إحنا كصبايا مع الجيل الجديد، يعني برضو مستحيل، يعني إحنا بنسميه الفنان اليمني الكبير أبو بكر بنسميه فنان السفر. إحنا كبنات يعني ما نعشقش السفر ولا نحب السفر ولا ننسى تعب ومعاناة السفر إلا لما نسمع صوت أبو بكر سالم بلفقي رحمة الله عليه. نعم. طبعا أبو بكر سالم بلفقي هو أيضا مش إنه بس فنان، هو شاعر وأديب وملحن أيضا. نعم جميل. إذن للحديث أكثر عن هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا ورحمة الله عليه، انضم إلينا الأستاذ رياض باشا رحيل، أديب وناقد فني عبر الهاتف، الذي كان رفيق لدرب الفنان اليمني الكبير والراحل أبو بكر سالم بلفقي. يسعد صباحك أستاذ رياض. يا هلا وسهلا، حياكم الله. لك الحياة بخير، يا أهلا وسهلا فيك، كيف الحال؟ الله يكرمكم، الحمد لله طيبين إن شاء الله تعالى. إن شاء الله بإذنه تعالى. كيف حضرموت؟ حضرموت في أحلى صورها بإذن الله تعالى، والقادم أجمل إن شاء الله. إن شاء الله بإذنه تعالى. طب بالبداية لو تحدثنا عن أبو أصيل أكثر، يعني كيف كانت بداياته؟ الحقيقة يصعب الحديث وتتوقف الكلمات وتبدو كل الوصوف باهتة،
إذا شئنا الحديث عن الفنان الكبير وعبقرية اليمن الفنية أبو بكر سالم بلفقيه، الذي سكن الوجدان وأشبع العواطف وصار اسمه تاريخا يحكى مع كل مقام طرب وكل نغمة سحر بها القلوب واشتاق لها الوجدان سماعا أو مشاهدة. نعم، نبغى أبو بكر سالم وأعطى لنا أفضل ما في نبوغه من فن، وأصبح نغمة صافية تنظف الآذان وتعمر الوجدان بالفن الأصيل. والفن الأصيل دائما عند كل الشعوب فن لا يموت، يبقى دائما حيا وتتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل على مر الزمن. فن أبو بكر سالم هو صوته الحقيقي، وصوته هو فنه وسر عظمته. نعم، وأصالة صوته تأكيدا لأصالة منبته وقيمه في الحياة، منبته في حضرموت وفي اليمن. نعم، في تريم. نعم، قوي والصوت متفرد، ظل في قمته الشامخة إلى آخر لحظات حياته. نعم أستاذ رياض، قدم الراحل أبو بكر سالم صرح فني عظيم من مسيرة فنية ممتدة لأكثر من 50 سنة، كيف صنع هذا الصرح الفني العظيم؟ نعم، الحقيقة مواهب هذا الفنان الكبير إن كانت مواهبه الصوتية التي أمده الله سبحانه وتعالى بها منذ طفولته في تريم الغنة بحضرموت، وكان في بداياته في مدرسة الأخوة والمعاونة في تريم، وهي المدرسة التي يعني خرجت عظماء من العلماء وفطاحل اللغة والدين ورجال الدين الذين كان لهم دور بارز على مستوى اليمن وعلى مستوى العالم أجمع. فهذه المدرسة كان درس فيها الفنان الكبير أبو أصيل عليه رحمة الله، الله يرحمه. كان قد اختير من قبل معلمي هذه المدرسة كقايد للفرقة الإنشاد. طبعا كانت مواهبه بارزة منذ طفولته وصوته كان مميزا، فاختير واصطفي من بين الطلاب والتلاميذ كقايد لهذه الفرقة، وكان ينشد الأناشيد في هذه المدرسة وينشد التواشيح الدينية والصوفية، وكان يؤذن الصلوات الخمس برضو في أحد مساجد مدينة التريم رحمة الله عليه. نعم، الموهبة الصوتية إذا إضافة إلى موهبة الذكاء الفطري الذي أمده الله به، فكان يعني يستوعب ويفهم من المرة الأولى. حتى في مرة من المرات أنه كان فيه دان حضرمي جنب بيته وهو الطفل كان لم يتجاوز 10 من عمره. نعم أستاذ رياض رحمة الله عليه، كانت أول أغنية غناها الفنان اليمني الكبير أبو بكر السالم قبل أن يموت. كان يغني في منزله. أستاذ رياض تسمعني؟ هذا المعنى. نعم، أهله طبعا وانتبه أهله إلا أنه هناك مواهب كامنة في هذا الطفل ربما تنبثق في يوم من الأيام. أستاذ رياض عظيمة، وهذا كان أبو بكر. نعم جميل رحمة الله عليه. أستاذ رياض، الفنان اليمني الكبير والراحل أول من غنى يعني أول أغنية كانت له من كلماته، لو تحدثنا أيضا كيف ساهمت الروائع المنبثقة ما بين الثنائية الجميل والرائع الفنان الكبير والراحل أبو بكر السالم وكذلك أبو بكر حسين المحضار في حفر و غرس هذا الفن في صدور الناس. نعم نعم، طبعا كانت أحد المراحل المهمة من تطور فن أبو بكر سالم بلفقيه هي لقاءه بالشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار. فالمحضار وبلفقيه جسد أعمال غنائية رائدة، ولقاء مدرسة حضرمية يمنية قوامها النجاح. نعم، صنع للأغنية اليمنية تاريخا فنيا، أصبح رافدا مهما من الروافد النقية التي تصب في نهر الأغنية العربية. هذه المدرسة الحضرمية الرائدة في الفن اليمني جسدت في فنها مؤلفات موسيقية وغنائية عبقرية ترتقي إلى أعلى مستويات الكلمة الصادقة واللحن والإحساس، قوة النصوص الشعرية والتراكيب اللحنية المحضارية. عندما تمر بأوتار حنجرة وموسيقى ونغم أبو بكر سالم
لابد وأن تمس القلوب مباشرة. نعم صحيح. وتصافح المشاعر والوجدان. ولذلك هذه المدرسة لاقت فعلا يعني رواجا على المستوى ليس اليمني المحلي فقط ولكن على المستوى العربي، وكانت انتشرت وصاروا لها رواد. نعم أكيد له جمهور الخاص، جمهور الخاص له في كل مكان يعني بسبب هذا الفن الأصيل. ولكن الآن يعني بمجرد أن مرور هذه الذكرى، ذكرى رحيل الفنان أبو بكر سالم، كيف احتفى اليمنيون بهذه الذكرى، خاصة هو رمز يمني أصيل غالي وعزيز على قلوب كل اليمنيين؟ نعم نعم، كان الاحتفاء عظيما في اليمن بذكرى رحيله، لأنه ماذا نقصد بذكرى الرحيل؟ لعل البعض لا يدرك المعنى الحقيقي، قد يظن البعض أن ذكرى رحيل الفنان معناها الاحتفاء بموته، وهذا خطأ فادح طبعا. أكيد نعم صحيح. ولكن ذكرى الرحيل معناها أنه بالرغم من غياب أو من رحيل هذا المبدع الكبير إلا أن فنه لا زال حيا. نعم صحيح، فنه ونتذكر إبداعه ونعيده وننشره بين الأجيال الجديدة، ربما يعني الأجيال التي الصغار أو الأجيال الناشئة التي لم تدرك حقيقة هذا الفنان المبدع الكبير ولم تدرك أصالة فنه وقيمته. ففي هذه الاحتفالات التي هي الاحتفال بمعنى التعظيم وبمعنى الإجلال والتكبير وتقديم أعمال هذا الفنان، كل الشعوب الحية في العالم نعم تحتفي بكبار مبدعيها وتنشر سيرة حياتهم وسيرة إبداع، لعلها تكون قدوة للأجيال اللاحقة حتى تقتدي بهؤلاء الرموز. ومن هؤلاء الرموز الكبار، عندنا رموز كبار كثر في اليمن، ومنهم الفنان الكبير أبو بكر سالم بالفقر. نعم جميل جدا. إذن شكرا لك الأستاذ رياض باشا راحل، ناقد وباحث فني وأيضا رفيق درب الفنان اليمني الكبير والراحل أبو بكر سالم بالفقر، ويسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. الله شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيك. العفو.